ثمنت نقابة الأئمة موافقة مجلس الوزراء على النظام التعويضي للأئمة، معتبرة إياه مكسبا هاما للقطاع ككل وخطوة مهمة في سبيل تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للأئمة. كنا أول من وضع هذا الموضوع في سنة 2010 في تعديل القانون الأساسي والقانون التعويضي والمناح والعلاوات، وما نرجوه وما نأمله أن يخرج القانون الأساسي في حلة يستفيد منها كل أفراد القطاع. وبين تثمين جهود الدولة لاهتمامها بالمسائل المهنية والاجتماعية للإمام، تبرز مطالب أخرى بضرورة معالجة عدد من الاختلالات والنقائص في قطاع الشؤون الدينية، أهمها مراجعة كافة رتب السلك الديني. كنا ننتظر أن يعدل القانون الأساسي ليمس جميع الأسلاك ونظام التعويض كذلك، فإذا بنا نتفاجأ بأنهم يناقشون ووافقوا على ما تعلق بسلك الأئمة، وهي فئة واحدة ضمن فئات كثيرة. إيمانا منه بدور الإمام في رص الصف والحفاظ على ثوابت الأمة والوحدة الوطنية، انصبت عديد القرارات المتخذة من رئيس الجمهورية في صالح هذه الفئة لدفعهم إلى المزيد من التفاني والإخلاص في أداء عملهم.